خربش مشعيب رئيس جمعيه المستقبل للتضامن والتكافل الاجتماعي. نعرفوا الجمعيه اولا باختصار. جمعيه عندها جمعيه اجتماعيه اقتصاديه تنمويه الى اخره، وعندنا واحد البند في القانون الاساسي هي عقد شراكه مع العمران ومع الحكومه على اساس لانجاز المشروع السكن المعد للكراء. وهذا ظهير شريف، والفصل 31 من الدستور كيخول جميع المواطنين بدون تمييز حق السكن. هذا لا نقاش فيه، مع العلم بانه الوقت اللي وخذيت الوصل النهائي بعد سنين واحد المده طويله، وحنا في صراعات مع السلطات المحليه وعلى راسها باشا مدينه المحمديه. اذا اليوم وقفه احتجاجيه قدام دار شباب بنو خلدون، شنو هذه اليوم سيدي؟ ماشي وقفه احتجاجيه، عندنا لقاء تواصلي مع جميع المنخرطين، لانه نظرا لانه واحد عده المشاكل اللي باش نطرحوا معهم جميع المشاكل ديالنا فيما يخص هذا السكن المعد للكراء. وهذا ميل مطلب المنخرطين ديالكم اليوم كيحتجوا علاش؟ كيحتجوا على اللي جينا بين عشيه وضحى كنلقاو الباب ديال دار الشباب مسدود في وجهنا. علاش؟ واش من يسير هذه دار الشباب؟ واش السلطات المحليه ولا وزاره الشبيبه والرياضه؟ نقولوا من هذا المنبر من هذا قدام امام الاخوان، لانه ما كاين لا مندوبيه ديال الوزاره الشبيبه والرياضه، ما كاين حتى حاجه اللي هنا كاينه هي السلطه. حنا اللي بغينا نعرفوا الان، ما علينا بانه الظهير ديال 57 اللي كنص على جميع الجمعيات، ما علينا بانه في الوصل النهائي بانه انا عندي حصه عندي المقر ديالي في دار الشباب. فين كاين الاشكال؟ علاش غادي نعلم انا رئيس حكومه ولا نعلم الباشا ولا نعلم العميل ولا القايد ولا علاش؟ علاش؟ واش ماشي من حقي كمواطن؟ ما حد ماشي من حقنا كجمعيه. حنا جمعية ديال المجتمع المدني اللي كيحط عليها سيدنا نصره الله بأنه يجب على الجمعية. إذا نقدروا نقولوا أن الجمعية اليوم من جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية كتحرم من حصة طبيعية لها اليوم، واليوم شحال في الساعة دابا؟ ربعة ونص. ربعة ونص يعني من المفروض أن دار الشباب كتكون حالة من 4 ل 8 ونص. 8 ونص. يعني باش فسرت اليوم هذا الإغلاق هذا؟ ما فهمناش، لأنه كنجيو بين عشية وضحاها، ومع العلم بأنه أنا عاطي الترخيص ديالي للمدير ديال دار الشباب، على الأقل مني كان جا هذا الشيء كان يعلمني ب 24 ساعة قبل. غادي ندير هذيك الساعة غادي نشوف النشاط ديالي فين غادي نديرو، ماشي يجيبني تال دابا مع المجموعة ديال المنخرطين ديالي اللي واقفين هنا دابا في الشارع. هذا الشيء بأنه أنا كنقول من هذا المنبر. ممكن تقول للرأي العام شنو اللي كان الموضوع ديال الحصة اليوم؟ كان انه هذا أمر طبيعي بالنسبة لك ما ندخلوش فيه. الموضوع ديالنا اليوم هو الإحساس بالملف ديال السكن المعد للكراء، بأنه نعطيهم المستجدات ما وقع في هذا الملف. هذا عام، هذا عام مواطن في كشف اليوم أن الحصة ديالكم ربما تلغات أو تمنعات. هذا الأمر كان مفاجئ وصدمة بالنسبة لجميع المنخرطين، لأننا تنجيو مع الوقت ديالنا المعتاد وكنتفاجئوا بالإغلاق ديال دار الشباب في حق المواطنين. بصفة عامة أن المواطن عنده حق في دار الشباب. أنا اليوم كان واحد لقاء تواصلي بين تواصلي ولقاء خاص من نوعه بالنسبة للجمعية، يعني دار الشباب خاصها تكون مفتوحة للجميع وخصوصا للمنخرطين في دار الجمعية. إذا خليك معنا اليوم، ما كتحرمش غير الجمعية هذه، وإنما جل على الجمعيات اليوم أنهم ما يزاولوش النشاط ديالهم، يعني باش فسرتوها اليوم؟ هذا قرار تعسفي، لانه ما باغينش يتواصلوا مع جميع الجمعيات، وهذا بانه هناك الشطاط في استعمال السلطه. اذا اشنا الكلمه اللي تقول للمسؤولين؟ الكلمه اللي كنوجه للمسؤولين انهم خاصهم يخليوا المواطنين يمارسوا حقوقهم الطبيعيه. نبغيو نعرفوا واش الجمعيه عندها الوصل النهائي ديالها؟ الجمعيه عندها الوصل النهائي من طرف تسليم من طرف باشا المدينه المحمديه، ونظرا للقانون الاساسي ديالي لانه اللي كاين. ثانيا بانه ها هو الشعار هذاك اللي عطيت للترخيص قصد الاخبار الى السيد المدير. هذا في التاريخ ديال الحصه ديال اليوم؟ ايوا، وذلك يوم الخميس 20/2/2014. هايا على الساعة الرابعة زوالا. نبغي نعرفوا شحال العدد ديال المنخرطين اللي عندكم؟ العدد ديال المنخرطين ما يناهز تقريبا شي 700 ولا 1000 ديال المنخرطين، وكلهم كلهم كتباع. ما كاين كما كيقولوا بانه حنا ما كاينش توهيم، حنا هذا ميل مطلبي كندافعوا عليه ان شاء الله حتى يخرج الحيز التنفيذ.
حتى لينا حنا ماشي مواطنين، حنا ماشي مغاربه، حنا مغربونا واحد ومالكونا واحد، حتى حنا نطلبوا بحقنا، نطلبوا بحقنا، نطلبوا على الاقل سكن، على الاقل سكن بعدا بحالنا بحال اي مواطن عادي. معنا وحده من المنخرطين، شنو بغيتي تقولي؟ اللي بغيت نقول هو ان هذا المواطن مسكين ما عطينوه حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي حق في هذه الحياه. بالنسبه للاغلبيه هنايا كتلقاه كاري مسكين، بيته ووليداته ما عايش مزيان، ملابس مزيان ما كاين مزيان، ولادهم كارسين، ما عمر شي واحد التفت لينا ولا عطى شي كلمه ولا قال لهذاك الانسان خاصني نوقف معاه ولا غادي ندير ليه شي حاجه. حنا ديما ما الخدمات اللي كتقدم لكم الجمعيه كي كتشوفوها؟ رئيس الجمعيه ولا الجمعيه كل شيء الحمد لله باغي لنا المصلحه ديالنا، وباغي لنا ان شاء الله نكونوا حتى حنا بحال بنادم. حنا هذا المنع اليوم، هذا المنع، هذا المنع ماشي شي حاجه اللي معقوله، شي حاجه اللي خارجه على النظام وخارجه على انسان خاصو يعاونك، خاصو يوقف معاك، خاصو يحس بيك، ماشي يخليك نسي مهمش بحال شي حشره ولا بحال شي حاجه ما كايناش. واخا عاودي لينا. واليوم دخلنا البارح ودخلنا البارح واليوم حبسونا، ما عرفناش علاش حبسونا. الاسباب في نظركم ما عرفاش الاسباب شناهي، باقي ما عرفاش الاسباب شناهي علاش حبسونا.